أهلا بحضراتكم مشاهدي الكرام، جولة متجددة تأتي حضراتكم من الآن. البداية ستكون مع المؤتمر الصحفي الذي لا يزال منعقدا حتى الآن، وكنتم تتابعونه معنا على الهواء مباشرة من موسكو لوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، يقدم ما يعرف بحصاد الدبلوماسية الروسية في عام منقضي، ويتحدث عن تفاصيل ومرتكزات السياسة الخارجية الروسية مع الدول المختلفة، تحديدا الحديث عن الدول الأوروبية والولايات المتحدة باعتبارها ربما تشكل المناكفة الأكبر إذا جاز التعبير مع بلاده في هذه الآونة في قضايا مختلفة، ويتحدث عن ثوابت ما يراها سياسة روسية في حل الأزمات. على أي حال سنحاول تسليط الضوء على أبرز ما جاء في هذا المؤتمر الذي قد نعود إليه أيضا لاحقا حال استمراره على الهواء مباشرة خلال المرحلة المقبلة. عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو الدكتور عمار قناة أستاذ العلوم السياسية ينضم إلينا. دكتور عمار أهلا وسهلا بحضرتك. من بين الأسئلة التي طرحت على الوزير لافروف مؤخرا، هل ستبقى العلاقة مع الولايات المتحدة على هذا النحو أم ربما تزداد تعقيدا أو تحسنا مع وصول جوزيف بايدن؟ تحياتي سيدي الكريم. يعني لقد جرى الحديث كثيرا يعني ومطولا حول يعني هل ستكون هناك منعطفات يعني في هذه العلاقة، ولكن يعني الرد أو التعويل كان منذ البداية يعني منذ حتى بداية عملية الانتخابات أنه لن تطرأ هناك يعني المتغيرات الجذرية في هذه العلاقة، وذلك أنه يعني رأينا خلال الفترة الماضية كانت يعني نوعا تخبط في العلاقات الخارجية، وخاصة يعني ملف العلاقات السياسية الأمريكية الروسية، وأنه قد يعني تعاملت معه النخب الأمريكية كأداة ضغط يعني في فترة من الفترات ضد الرئيس ترامب. ونعلم جيدا أن يعني الديمقراطيون لهم هم أيضا يعني متحفظون ومنذ البداية، ولا ننسى فترة يعني أوباما وخاصة السنة الأخيرة وكيف ارتبطت يعني حتى بمعضلات ممكن القول يعني دبلوماسية. ولكن من ناحية أخرى يعني تم تهميش او يعني القضاء على الكثير من الجسور من قبل يعني الاداره الامريكيه، وفيما يتعلق بالسياسه الخارجيه الامريكيه ومنظومه العلاقات الدوليه. باعتقادي انه لن تكون هناك يعني مفاجات في هذه العلاقه، ولكن باعتقادي سيكون يعني ستكون العلاقه اكثر اتزانا مما كانت عليه في السابق يعني مع اداره لكن كثيرون يرون ان العلاقه بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي المنصرف دونالد ترامب كانت علاقة مثالية، حتى لو روج لما هو خلاف ذلك كان كلاهما يشكل خيارا ممتازا بالنسبة للآخر، وبوتين كان آخر الملتحقين بركب المهنئين لجوزيف بايدن مؤخرا ومؤخرا للغاية. يعني سيدي الكريم لا اعتقد يعني المساله الشخصيه ممكن ان تلعب يعني الدور يعني او دورا يعني اساسيا في مثل هذه العلاقه، وخاصه يعني ما بين روسيا والولايات المتحده. يعني ثانيا ممكن يعني التنبيه ان يعني جمله العقوبات الاقتصاديه التي نالتها يعني روسيا من الولايات المتحده هي كانت يعني ابان فتره ترامب، ولكن يعني العلاقات الشخصيه ومساله يعني عدم التهنئه باعتقادي هي يعني مرتبطه بالازمه السياسية المجتمعية والتي خاضتها وتخوضها لغاية الآن الولايات المتحدة، وذلك يعني أن روسيا تبتعد كثيرا يعني عن هذا المجال الإعلامي، ولأنها يعني تعتبر في الآونة الأخيرة هدفا يعني لجميع الاستفزازات من قبل أكثر من قوة سياسية داخلية أمريكية، وهي يعني اتهام روسيا في التدخل أو في يعني القيام بأي هجومات كانت إلكترونية كما شاهدنا الاتهامات وأيضا مجتمعية في التحرير وغيره. فلذلك باعتقادي يعني وايضا خبره تهنئه الرئيس يلتسن بالجور يعني في الانتخابات بدايه التسعينات كانت لها ايضا يعني هذا الاثر، فذلك التاخير او عدم التاخير لا اعتقد انه ممكن ان نربطه اليوم يعني بعامل سياسي او يعني بمشروع او ب يعني حفظ ود للرئيس ترامب من قبل الرئيس بوتين. لكن ترامب كان يرى وفي كلمه قالها صراحه روسيا لا تريدني أن أفوز في هذه الانتخابات، وأضاف إليها طبعا إيران، لكن حديثنا عن روسيا. وترامب ظل مطاردا طوال سنوات حكمه الأربع بقضية التدخل الروسي لصالحه في الانتخابات الرئاسية، هل هذا عبء أزيح من على كاهل فلاديمير بوتين، ولا بالفعل كان إدارة السياسة مع الولايات المتحدة في ظل وجود دونالد ترامب بكل تفاصيل حالته كانت خيارا أفضل بالنسبة لبوتين؟
سيدي الكريم، يعني لا اعتقد ان يعني هذه المساله ممكن ان ناخذها بمحمل يعني من يعني الجد او التعاطي معها. يعني السياسه الامريكيه واضحه، والسياسه الامريكيه مبنيه يعني على بناء على يعني قرارات سياسيه، مؤسسات سياسيه، والعامل الشخصي كما قلت يعني واكرره مره اخرى ان الملف بشكل كامل، علاقات وحتى علاقات الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين، يعني تعاطوا معه كاداه ضغط سياسيه، ولكن هذا كله يعني لن ينتهي. راينا يعني ان هناك في السياسه الخارجيه الامريكيه ومفهوم الامن يعني الاستراتيجي الامريكي، روسيا والصين اليوم تلعبان الدور الاهم، وهي بمثابه يعني العدوان ل يعني منظومه الامن القومي الامريكي. اذا كانت هناك يعني استخدمت العلاقه الشخصيه او العلاقه السياسيه ما بين روسيا والولايات المتحده، سنرى الكثير من الملفات والتي يعني ستطرأ يعني جديدا على يعني الساحه الدوليه. لكن هل كان من قبيل المصادفه دكتور عمار ان تتمدد روسيا في مواضع جيوستراتيجيه كبيره ومهمه بالنسبه لها في حقبه دونالد ترامب كما لم تتمدد من قبل؟ حجم الاريحيه التي تتعامل بها روسيا في الملف السوري كبيره ومتسعه للغايه في وجود ترامب. الانسحاب الامريكي المرتقب من العراق وافغانستان قد يتيح المجال لحركه اوسع، او لعله يفعل ذلك بالفعل. انصراف بوروشينكا مثلا عن اوكرانيا والاتيان بفلاديمير زيلينسكي المتوازن نوعا ما عوض التشنج الذي كان حاصلا قبل ذلك، كل هذه مغانم غنمتها روسيا في وقت ترامب. سيدي الكريم، يعني لا يمكن ان نتوافق يعني انها يعني غنائم اكتسبتها، ولكن يعني ممكن يعني التحليل من جهه اخرى، وهي يعني جمله الاخطاء الاستراتيجيه والتي قامت بها يعني اداره ترامب، هذا اولا. ثانيا، المتغيرات يعني في منظومه العلاقات يعني او في المنظومه الجيوسياسيه، هذا ثانيا. وثالثا، يعني عدم وضوح الرؤيه او المشروع الامريكي لمجمل العلاقات الخارجيه، هذا كله طبعا يعني اثر، وليس فقط يعني كانت مغنما لروسيا، ولكن التقدم ايضا الصيني يعني كان على هذا المستوى. فلذلك اليوم يعني ممكن ان نتعاطى مع الامر يعني بشكل اخر، ان المنظومه الجيوسياسيه في حاله متغيره. نحن الان امام حاله جديده، وهي يعني الوصول الى التعدديه القطبيه والابتعاد عن الاحاديه. ثالثا، يعني الاوضاع الاقتصاديه، والنقطة الفائتة كانت نقطة أشار إليها سيرجي لافروف في هذا المؤتمر، وكررها في مؤتمرات سابقة عندما قال إن مسؤولين غربيين يستهدفون وضع قواعد مرتبطة بأحادية القطب لا تعددية قطبية. شكرا جزيلا لك، هذا ما سمح به وقت هذه المداخلة دكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية عبر سكايب من موسكو. أشكرك شكرا جزيلا.